مهرجان العالمين في نسخته الثانية بيقدم هدية لكل الأطفال. الهدية دي هي مهرجان نبتة. مهرجان نبتة اللي هيتعمل يوم 16 و17 و18 أغسطس. طيب الثلاث أيام دول هيبقى فيهم إيه؟ وإيه هو مهرجان نبتة؟ وبيتكلم عن إيه؟ مهرجان نبتة ده هو فكرة كده حلوة جدا لكل الأطفال لتنمية مهارات الطفل الصغير. يوم 16 هيبقى فيه ورشة اسمها وقت الحكاية، ويوم 17 هيبقى فيه ورشة اسمها ستوب موشن، أما بقى يوم 18 دي هتبقى يوم الرائد الصغير. طيب الثلاث أيام دول هيبقوا إيه وهيكونوا موجودين فين؟ هيكونوا موجودين هنا في المكان اللي احنا فيه داخل مهرجان العالمين ومدينة العالمين الجديدة، في الثلاث أيام اللي أنا قلت عليهم 16 و17 و18 أغسطس، وده هيكون افتتاح مهرجان نبتة. الحقيقة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كانت حريصة بكل الحرص على إنها في مهرجان العالمية في نسخته الثانية تقدم وجبة كاملة متكاملة لكل المصريين والإنسان المصري بمعنى الأصح، من أول الطفل الصغير لحد كبار السن، عشان كل الناس تستمتع وتشارك في مهرجان العالمية. لو شفت كيكو ودخلت مهرجان نبتة هتبقى عايز تعمل إيه؟ أنا عايز أرسم مفرح. ممكن اعمل حاجات بالصلصال، العب مثلا، ممكن ارسم، العب اي حاجه عادي. اقوله بحب كواكب. حاجه جميله جدا، مدينه جميله جدا، كل حاجه فيها جميله. هطلب منه ان هو ممكن يرسموا معاه، يلعبوا معاه كده يعني. فكره ان انتوا تعملوا اصلا مهرجان الاطفال هنا في العالمين فكرة جميلة، بتشد الأطفال خاصة في حكاية الرسم والتلوين، لأن الأطفال أصلا بيحبوا حاجات الرسم والتلوين. احنا شفنا بيعملوا للفنانين ولعيبة الكورة كبار، طبعا حاجة للأطفال دي بتشد الأطفال وبتجمع الأطفال في العالمين، بتحببهم في السياحة في العالمين. طبعا فكرة جميلة جدا وفكرة رائعة يعني، فبتشجع المواهب الجديدة وبتحيي شخصيات للأطفال كانت مرتبطة بيهم وبينا احنا برضو كبرنا شوية، بس الشخصيات دي لازالت عايشة معانا وإحيائها برضو شيء جميل. أطفال هم مستقبلنا، فمهم جدا ان يكون مهرجان الاطفال موجود في مهرجان زي مهرجان العالمين. مهرجان احس ان هو كويس، ممكن ينمي مهاراتهم ويخليهم قادرين ان هم يعملوا حاجه مختلفه وجديده، وهيزيد حيويه الناس تيجي اكتر يعني في المكان هنا، الناس هتيجي اكتر وهيخلي النشاط اكتر للاطفال وهيخلي المنطقه حيويه اكتر. عندنا جيل جديد هيطلع، لازم نكون بدعمه نفسيا وثقافيا ورياضيا وفنيا وكل الحاجات، بحيث ان هو يطلع يكون بدايه اساسيه ان هو يبقى نواه صالحه للمجتمع، ياثر في المجتمع، يكون ليه دور ايجابي، يكون ينشا من هو صغير على حاجه كبيره.